هناك العديد من الأطعمة التي بإمكانها زيادة قوة الدم أثناء الحمل، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: الخضروات الورقية تعد واحدة من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل لإحتوائها على كمية كبيرة من الحديد بجانب مضادات الأكسدة والفيتامينات. من هذه الخضروات نذكر السبانخ والكرنب والملفوف والهليون. نذكر أيضا البروكلي كواحد من أكلات تزيد قوة الدم عند الحامل، إذ أنه بالإضافة إلى احتوائه على الحديد فهو يحتوي أيضا على كمية عالية من فيتامين سي المهم لمساعدة الجسم في امتصاص الحديد، كما أنه يعد من الخضروات الغنية بالألياف. الفواكه الطازجة، فهناك العديد من الفواكه الطازجة الغنية بالحديد وفيتامين سي، والتي يمكن اعتبارها من أكلات تزيد قوة الدم عند الحامل. من أهم هذه الفواكه نذكر الخوخ والجوافة والرمان والتوت والفراولة والكيوي والفواكه الحمضية. اللحوم، حيث تعد اللحوم الحمراء من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل لاعتبارها واحدة من أفضل مصادر الحديد، ولكن يجدر الانتباه إلى ضرورة تناول اللحوم المطبوخة بشكل جيد لتفادي التعرض للتسمم بسبب البكتيريا. من أهم اللحوم التي يمكن للحامل أن تأكلها نذكر لحم العجل ولحم الخروف ولحم البقر، ويمكن كذلك تناول الكبدة ولكن بشكل لا يتجاوز مرة واحدة أسبوعيا. الدواجن، يمكن تناول الدجاج لاعتباره من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل، كما يمكن تناول البيض مع ضرورة التأكد من طبخ الدجاج بشكل كامل والابتعاد عن البيض النيء والأطعمة التي تحتوي على البيض غير المطبوخ. الأسماك تعد من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل، هذا لاحتوائها على الحديد بجانب أحماض أوميجا 3. ومن أهم الأسماك التي يمكن للحامل أن تأكلها نذكر السلمون والسردين والمحار والتونة. البقوليات، فهي تعد من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل. من أهم البقوليات التي يمكن للحامل أن تستهلكها نذكر الفاصوليا والبازلاء والعدس. المكسرات والبذور والفواكه المجففة، إن المكسرات تعد من الأكلات التي تزيد من قوة الدم عند الحامل، نذكر الجوز واللوز، كما تساعد بعض الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والمشمش والتين المجفف في رفع مستوى هيموجلوبين الدم.